السلام عليكم ورحمة الله. هتكلم على هوسبيتال شيتس، هي الأوراق اللي بستخدمها لتجميع البيانات من المريض داخل المستشفى أو أثناء الكلينيكال إيريا. عندنا 3 شيتس أساسية: أسسمنت شيت، ريكورد شيت، أند نيرسينج كير بلان شيت. طيب الأسسمنت شيت ودي مقسومة جزئين كبار زي ما أنتم شايفين، في عندنا هيستوري وعندنا فيزيكال أسسمنت. هيستوري مقصود بيه السوشيال ديموغرافيك داتا أو البيانات الشخصية، بعد كده عندنا بريزنت هيستوري وده التاريخ المرضي الحالي، وباست هيستوري وده التاريخ المرضي السابق، و سيرجري اي عمليات جراحيه سابقه، هل في فاميلي هيستوري ولا لا، هل في اصابات في العائله بنفس المرض او بغير نفس المرض، هل في الرجي ولا لا، هل في مسببات حساسيه سواء في الفود او في الميديكيشن او حتى في الانفايرمنت في البيئه المحيطه. بعد كده عندنا فيزيكال اسيسمنت، مقصود هنا ان انا بتكلم على كل سيستم بالمشاكل اللي قدامه وابتدي احط قدامه النيرسين دايجنوز المناسب. طبعا مش بالضروره ان كل سيستم يبقى فيه مشاكل، ممكن يبقى فيه سيستمز ما فيهاش مشاكل. طيب الريسبيراتوري سيستم بتكلم فيها على الباترن، هل التنفس بتاعه الريجولر ولا ليبرد ولا ديسنك ولا تكابنك، سريع بطيء مش منتظم، في تقل اثناء التنفس وهكذا. طب هل في كاف ولا لا، هل هي بروتكتيف ولا نون بروتكتيف، هل في بصاق يبقى اسمها بروتكتيف كاف، هل مفيش بصاق وهي اسمها نون بروتكتيف كاف. سيكريشن، هل في افرازات ولا لا، طب هل لو في لونها كلير ولا يلو ولا جرين ولا بلاد تينجلت، يعني فيها صبغات دم او نقاط دم يعني او قيود دم، هل ثن ولا سك، هل هو يعني افرازات خفيفه او سميكه. نيد فور سكشن، ودي عاده مكتوبه في فايل البيشنت انه مثلا محتاج للتشفيط كل ساعتين مثلا. نيد فور اكسجين، وده بعرفها ان هل متركب له اي ديفايسز بتصنف الاكسجينيشن زي النزل كانولا زي الماسك زي النانر بيزر ماسك، انتراكيال تيوب وتريكوستومي. طبعا انتراكيال تيوب وتريكوستومي متوصلين في الميكانيكال فنتليتور او جهاز التنفس الصناعي. طب هل مركب شيست تيوب ولا لا، ودي انبوبه بتتركب في البلورال كافيتي او الغشاء البلوري لتفريغ السوائل المتجمعه في هذا الغشاء. طيب بالنسبه للكارديو فاسكولار سيستم، ودي عاده بيبقى التركيز فيه على البلس، وابتدي اقارن ما بين الرايت والليفت راديال بلس وما بين الرايت والليفت دورسال سبيدز بلس، وابتدي ادي سكيل للبلس ده 0 او بلس 1 بلس 2 لغايه بلس 4. طبعا 0 معناه ان مفيش بلس اصلا، افضلهم هو بلس 3 وده معناه انه ده نورمال بلس، البلس 4 يعني نورمال بلس بس في قوة أو ضخامة في النبض وهي شغالة. طبعا 3 دي معناه أن النبض بقدر أحسه بسهولة بس بيختفي من تحت إيدي، ويك وده نبض ضعيف مش عارف أعده لأنه مش حاساه قوي أو بعيد قوي، وكأني حاطة لما بحط صوابعي على مكان النبض مش حاساه بسهولة. طيب كابيلا للريفيل، وده بعمله بالضغط على الثامب للمريض وبستنى لغاية ما يختفي اللون البينك، وبعدين ابتدي ارجع تاني واشيل ايديا اشوف اللون بيرجع تاني بعد قد ايه. طبعا كل ما الوقت ده زاد في رجوع النيلد او الضافر للون البينك معناه ان في مشكله في التوصيل الدموي للاطراف. طب هل في اديما ولا لا، الاديما دي ممكن تبقى جنرالايزد او لوكالايزد يعني بشكل عام في الجسم كله، او لوكالايزد في مكان محدد. طيب نيورولوجيكال او الجهاز العصبي، وده بعمله اساسا بجهاز اسمه او سوري سكيل اسمه جلاسكوما سكيل، وده سكيل متقسم لثلاث حاجات: اي ريسبونس، فيربال ريسبونس، وموتور ريسبونس. هتلاقوا اعلى درجه واقل درجه في كل ريسبونس، يعني في الاي اعلى حاجه عندنا سبونتينوسيتي 4 وده اللي بيفتح عينيه بشكل تلقائي من غير ما اكلمه هو بيتحرك عادي جدا، او ان ياخد واحد وده نو ريسبونس يعني مهما عملت او مهما اتكلمت او مهما المته مفيش اي رياكشن. طب ان ستيبل معناه انه شويه كده وشويه كده. طيب بالنسبه للبيست فيربال نفس الكلام، بس هنا بياخد 5 لو اورينتد للتايم والبيرسون بليس، واعي بالوقت والزمن والشخص اللي قدامه. طبعا برضو بياخد 1 لو انه ريسبونس، وان ستيبل اللي هو اليو لو شويه بيبقى 5 وشويه بيبقى 4 شويه يبقى 1 وهكذا. بيست موتور ريسبونس، ودي مقصود بها الحركه العضليه، بياخد 6 لو اوبي كومنتس يعني مهما اقول له اعمل فيكشن ام اكستنشن، اقف اتحرك امشي وهكذا، بينفذ بالظبط بدون مساعده. طب امتى بياخد 1؟ لو طبعا مفيش اي استجابه من اي نوع، وطبعا اليو هي الانستيبل. توتال سكور كام للجلاسكوما سكيل؟ انا عندي كده 4 في الاي و5 في الفيربال و6 في الموتور، معناه كده 15 درجه. طب المريض ده ياخد كام؟ ببتدي اكتب قدام المريض ده واخد مثلا 10 من 15، 6 من 15، 3 من 15. طبعا 3 دي معناها ان المريض ده ديبلي كوماتوز يعني في غيبوبه سيئه للغايه. طيب البيوبلز عندي الحدقتين بقارنها يمين وشمال، وبعد عن طريق البين لايت او المصباح الكهربائي اللي هو شبه القلم، وابتدي اوجهه ناحيه كل عين على حده وابص على البيوبل، مفترض انها تبقى كونستريكتد بشكل طبيعي. طيب هل حصل كده؟ لا ما حصلش، هي بقت فيكسد ثابته يعني لا عملت كونستريكشن ولا عملت دايليتيشن،
بين بوينت صغرت جدا لدرجه انها بقت عامله زي خرم الدبوس او خرم الابره. سلاجش مش منتظمه. ان ايكوال مش متساويه ما بين العين اليمين والعين الشمال. طب هل في كونفالشنز ولا لا؟ هل في نوبات صرع او تشنجات بتجي له ولا لا؟ بيبتدي طبعا يتعمل او لا. لو في بيتعمل تشيك ما فيش خلاص. طيب جاسترو انتستاينال، ودي مقصود بيها هل في عنده ديفيكالت في التشيوينج او ديفيكالت في السوالوينج او ديفيكالت في اي حاجه تخص الهابتس بتاع الفيدنج ولا لا. طب لو في، هل في عنده بريكوشنز معينه او احتياطات بيعملها معينه؟ مثلا يقول لك ان انا الدكتور قال لي وانا باكل لازم اكون قاعد في وضع 90 درجه. لا، الدكتور قال لي لازم يكون معاك ميه في الاول، تشرب الاول ميه وبعد كده تاكل وهكذا. يعني هل في احتياطات معينه بيتبعها ولا لا؟ تندر نس في ابدون، ودي بعملها لما بحط ايدي على جدار البطن من بره، ابتدي مادي يتالم لمجرد ان انا حطيت ايدي، فكده بيبقى في عندي تندر نس، معناه ان في شيء بيألمه جوه بطنه. طب هل في نوزيا فوميتنج باول ساوند؟ طب النوزيا والفوميتنج هل في غثيان او قيء؟ الباول ساوند ببتدي استخدم السيتسكوب، وهل هي هايبو اكتيف ولا هايبر اكتيف؟ طبعا بسمع الحركه الدوديه، اما انها تبقى عاليه قوي زياده عن اللزوم او انها تبقى منخفضه ومش سامعها تقريبا، والاثنين بالنسبه لي اب نورمال. طيب السكن او الجلد او الانتيجيمنتري سيستم، يعني ممكن يبقى سكن كولد اند كلامي او هوت اند دراي، ممكن يبقى بارد وجاف او كانه بالظبط كده ما فيهوش حياه، او نبقى دافي وجاف وناشف يعني ما فيهوش رطوبه. وابتدي احط العلامه قدام الحاجه اللي موجوده عنده. طب لونه، هل هو بيل ولا فلاشد ولا جوندست ولا ساينوتك؟ تيرجور اللي هي السماكه بتاع الجلد، هل هو سلاجش ولا بور؟ سكين راش، هل في طفح جلد ولا لا؟ بريشر ألسر، هل في تقرحات فراش؟ طبعا هي بتبقى عاده في الاماكن اللي فيها بولي برومنس، وابتدي احددها بالمكان اللي هي فيه او اكتب المكان. يعني ممكن المكان يبقى مثلا في اللور باك، في الرايت البو وهكذا. طيب بعد كده بشوف هل عنده ستوما. ستوما دي بتبقى فتحه في جدار البطن من الخارج، بتبقى بديل للشرج لان المرض بيبقى عنده مشكله ما، زي مثلا انه عنده سرطان في القولون فعامل استئصال للطرق الاخرى كلها، ما بيقدرش يخرج براز بالشكل الطبيعي، فبتركب له الكيس ده او الباك او الستوما. الستوما ده الكيس ستوما بتركب في جدار البطن من الخارج، بيجمع فيه البراز وبيتفك وبيتنظف وبيرجع يتركب تاني. طب هل فيه ولا لا؟ ببتدي اقول ان فيه ولا لا، وببتدي احدد سبيسيفاي السايت موجود في اي مكان بالظبط. الابيرنس، شكل الجلد حوالين الاستوما دي لانها في النهايه ووند، هل هو ساينوتك ولا نيكروتك؟ مزرق، هل في خلايا ميته ولا لا حوالين يعني نيكروتك وهكذا. طب لو في ووند، الووند ده موجود فين وشكله ايه؟ هل هو كلين ولا ان كلين ولا سبتك وهكذا. طيب بالنسبه للماسكولوسكيليتال، الجهاز العضلي، مقصود بيها هل في ويكنس او بريزز، هل في ضعف او شلل في الاطراف، هل في انستيدي جيت يعني الشخص مش متوازن لما بيمشي بيروح وقع مثلا يمين او شمال، هل في كونتراكشن ودي المفاصل تحس انها بالظبط كانها ماسكه بعض مش قادر يفرد ايديه او رجليه، هل في باراسيزيا الم، هل في شلل باراليسز، هل في امبيوتي اللي هي طرف مبتوع. طب هل بيستخدم اسيستيف ديفايسز زي الهويل تشير، كرسي متحرك او الكرسي بعجل يعني، ووكر المشايه كان او كراتشز الوكازات، بروسيسز اللي هي الاجزاء او الاطراف الصناعيه، هل في تراكشن وده شد، اما الشد ده يبقى سكين او سكيلتال، وده مقصود بيه ان انا بعمل تثبيت للعظم المكسور ايا كان المكان. بالتراكشن دي بتبقى حاجات زي الحديد، مسامير حديد وشرايح حديد متركبه، اما انها تبقى سكيلتون ومتركبه جوه العظم وناشفه بعناية، او انها بتبقى من خارج من على الجلد من خارج، والاثنين طبعا عمليات جراحيه. كاست، هل في جبس ولا لا؟ وده الكاست العادي ان احنا عارفينه بالشكل الطبيعي. طب بالنسبه للورينري سيستم، هل في انكونتيننس، هل في هيماتوريا ديسيوريا ارجنسي يورينري كاستر، هل مركب اثار الدول ولا لا وهكذا، هل في تبول ارادي تبول لا ارادي، هل في بول مدمم او دم في البول يعني، هل في صعوبه ديسيوريا، هل في ارجنسي حاسس طول الوقت انه عايز يخش الحمام. طب بالنسبه للسيكولوجيكال ستيتس، هل هو انكشس، هل هو قلق على طول، هل هو فلات افكت يعني طول الوقت مكشر او واخد اتجاه واحد ووضع وشه او ملامح وشه واحده، هل كومبيتيف شويه وشويه، شويه يبقى مرح شويه يبقى مكتئب، هل في سوسايدل او بريكوشن، هل في عنده نواحي او اتجاهات انتحاريه، وهل لو في ايه الاحتياطات اللي احنا عاملينها كمستشفى عشان نحميه. طيب اكتيفيتيز اوف ديلي ليفنج، الاجراءات او الانشطه اللي اي حد فينا المفروض بيعملها طول اليوم زي الفيدنج والباثنج والدريسنج والتواليتنج والترانسفيرنج والووك. طبعا عندي سكيل من 3 ل1، 3 اندبندنت يعني المريض بيقدر يعملها بسهوله بدون اي مساعده، 1 معناه انه معتمد ديبندنت على الاشخاص اللي حواليه ما يقدرش يعملها لوحده اساسا، 2 نيد اسيستنت يعني بيعمل بس محتاج بس مساعده لكن بيقدر يعمل.
تمام. بعدين عندي حاجة اسمها بين سكيل، وده في ليه حاجتين هتلاقوا عندكم، اما نبقى بالايموجي او بالفيسز زي ما انتم شايفين، او يبقى نيوميريك بالرقمي زي ما انتم شايفين. طبعا الفيس انا اللي انا كنرس او انا كطالب نازل مع المريض ده، ببتدي ابص وابتدي احدد الشكل او الايموجي او الوش المناسب لحاله المرضى الحاليه. نيوميريك ببتدي اساله تديني كام من 10 في الالم اللي عندك، تبتدي المريض يقول لي انا الالم اللي عندي 3 من 10 5 من 10، طبعا كل ما الرقم يجي معناه ان الدنيا فيري بينفول وهكذا. بعد كده عندنا اللاب انفستيجيشنز والراديولوجيكال اكزامينشن. اللاب انفستيجيشن مقصود بيها تحليل المعمليه زي تحليل البلوت سامبل والرينين سامبل والستون سامبل وسبيوتم سامبل كالتشرز المزارع وهكذا. ببتدي اكتب اسم التحليل واكتب الريزلتس بتاعته واكتب النورمال رينج اللي مكتوبه في الورق بتاع المستشفى او المعمل اللي المرضى، ايا يعني كان المعمل عامل فيه، هل المعمل ده جوه المستشفى او بره المستشفى، بكتب النورمال رينج واكتب الكومنت بتاعي، هل القراءه اللي طالعه للمريض دي نورمال ولا اب نورمال ولا لا. راديولوجيكال، ودي التحاليل الاشعاعيه زي الاكس راي والام ار اي والسي تي وهكذا. بعد كده هنتكلم على ريكورد شيت. والريكورد ده السجل اللي مسجل فيه بيانات المريض. طبعا لازم زي ما انتم شايفين كده، اول جزء فيه بيبقى فيه برضه بيانات المريض اللي احنا قلناها كده كده في الاسسمنت، يعني هي نفس المريض. انا بتعامل مع مريض اسمه احمد محمد اسماعيل ابراهيم، طبعا اسم المريض عشان متفقين كلنا لازم نكتب رباعي مش ثلاثي، لان في مرضى اسماء متشابهه ثلاثي. طبعا بلس ان بيبقى فيه كود او رقم كودي للمستشفى او للمريض ده يعني، وبيكتب نفس تقريبا الداتا هنا وهناك. ليفل اوف كونشسنس، نسبه الوعي بتاعته اللي بقيسها عن طريق جلاس كوما سكيل، هل المريض ده كامل السكور بتاعه واخد مثلا 13 من 15 وهكذا. ويكتب الديسكريبشن بتاعه اللي هو هل هو كونشس ولا سيمي كونشس ولا ستيوبر ولا كوماتوست. كونشس يعني كامل الوعي، سيمي كونشس في وعي بس مش مركز قوي، ستيوبر يعني مش مستجيب او في حاله من الغباء حاجه زي كده، ايه اللي هو مش مستوعب اللي حواليه مش فاهم حاجه، او ان ديبلي كوما وده اللي في غيبوبه عميقه ومش واعي باي شيء في الدنيا. بعد كده عندنا الفيتال ساينز زي ما انتم شايفين، كل اربعه فيتال ساينز بتوعنا. هنلاقي هنا العمودين في عندنا تي ار، تي اللي هي تمبريتشر وار ريسبيريشن، بعد كده بي بي بلاد بريشر وبولس. طبعا بكتب الدروجري او الريد بتاع المريض وبعمله بالارقام حسب الساعات معايا، من الساعه 8 للساعه 1 مساء. بعد كده عندنا ليفل اوف موبيليتي، اما ان يبقى امبيوليتد او موف اوز اسيستنس، بيتحرك او بيتحرك باستخدام مساعده، او اموبلايز يعني طريح الفراش للناس اللي عندها باريسز او شلل. بعد كده البوزيشن، طبعا مفترض ان انا بغير البوزيشن ده لو المريض مش قادر يتحرك لوحده، ان انا لازم اظبط نفسي ان انا على الاقل كل ساعتين احيانا كل ساعه لازم اغير البوزيشن. بس خلينا نتكلم ان معظم المستشفيات ماشيه ان سي مثلا الساعه 8 يبقى على الناحيه الرايت، الساعه 10 يبقى على الناحيه على الليفت، الساعه 12 على السباين على ظهره وهكذا، وابتدي اغير الوقت. طب ديفيكيشن باول، ديفيكيشن هل عمل براز ولا لا، وابتدي اكتب الوقت اللي عمل فيه الساعه 8 معايا من الساعه 8 للساعه 1. طبعا لو بعد كده ما فيش مانع ان انا اجي عند الوقت السي مثلا هو عامل الساعه 2 وانا لسه مع البيشنت، ما فيش واحد معانا مشكله ان انا اجي عند الساعه 1 واكتب انها الساعه 2 مساء ان المريض عمل الساعه 2 وهكذا. طيب الستول كرايتيريا، شكل الستول ده هل هو فورمد ستول، هل هو دوريه، هل هو هارد ستول، هل هو فيكا انفكشن. فورمد ستول اللي هو مقصود بيه الستول الصلب زي بالظبط حالات الكونستيبيشن او الامساك. دوريه طبعا الحاله السائله. هارد ستول ان الستول نازل الصلب. فيكا انفكشن ان المريض عايز يعمل حمام بس حاسس ان في حاجه حبسه الدنيا، انفكشن يعني في حاجه لسه عامله انسداد في فتحه الشق. طبعا بنعرفها اكتر مع الداتا بتاع العين والهيستوري بتاعه، يعني بقدر اعرف هو المشكله اللي عنده. بعد كده عندي الميديكيشن الفيزيشن بريسكريبشن او اللي الدكتور بيكتبها للمريض، اللي بتبقى عاده مكتوبه في الفايل بتاع البيشنت، مكتوب اسم الدواء، دوز، فريكوانسي، روت، تايم ديستريبيوشن اللي هم الرايتس بتوعنا، بيشنت نيم، ميديكيشن نيم، دوز، فريكوانسي، روت اند تايم ديستريبيوشن. يعني المريض ده بياخد مثلا اوجمانتين، دوز 1 جرام، فريكوانسي كل 12 ساعه، يعني بعمل داش كل 12 ساعه، او ممكن الناس تكتب 2 تايمز بير داي مرتين في اليوم يعني. روت انترا ماسكولار او انترا فينوس يعني حسب الوريد، على الوريد او بالعضل حسب التايم ديستريبيوشن. انا مثلا هدي الساعه 12 بي ام وهدي 12 بي ام وهكذا، يعني ياخد الساعه 12 مره و12 مره لان هو كل 12 ساعه او هو مرتين في اليوم زي ما قلنا. طب من ناحيه ثانيه عندنا الفلويدز او السوائل اللي المريض الدكتور بيكتبها للمريض، زي مثلا ان يكتب له
جلوكوز 25%، هياخد 500 مللي كل 6 ساعات. هياخد محلول جلوكوز، هياخد العلبة كلها اللي بتبقى نص لتر اللي هي الدوز دي كده، فريكوانس هياخدها كل 6 ساعات، الروت عن طريق الانترافينس او الوريد، واخدها مثلا هياخدها مثلا الساعة 9 الصبح، وابتدي اعد بقى 6 ساعات زي ما احنا اتفقنا، واكتب الوقت بتاعنا التاني انتيك واوتبوت. وهنا عشان اعمل حاجة اسمها فلويد شارت بالانس او خريطة السوائل، توازن السوائل. المفترض ان احنا طبيعيا لما باخد بشرب 100 مللي ميه اخرجهم يخرجوا برضو 100، ما فيش مانع يخرجوا اقل شويه لو انا بعرق، لكن انا ادخل 100 واخرج 50 بس معناه ان في مشكله عندي، والعكس طبعا صحيح، يعني انا لو خدت 100 وخرجت 400 معناه ان انا بخرج اكتر من اللازم وداخل على حاجه اسمها دهيدريشن او خوف. فابتدي اكتب المحاليل اللي دخلت عن طريق انترافينوس، او ان انا خدتها عن طريق النيزوجاستريك تيوب اللي عن طريق انبوبه التغذيه، او اورال عن طريق الفم. ابتدي اجمع واكتب في الاخر وخد قد ايه، كل ده بيتجمع طبعا بتقدير جزافي. يعني مثلا بتقول المريض انت شربت ميه قد ايه، ابتدي يقول لي قد الكوبايه دي، طب الكوبايه دي قد ايه تقريبا، ابتدي احسبها ان مثلا ان الكوبايه دي 200 مللي. طب انا جبت بول، المريض بيتبول جوه الحمام، لو انا بتكلم على الاوت بوت دبليو سي يعني داخل الحمام، طب انا احسبها ازاي؟ ابتدي اساله طب تقريبا كده كميه البول قد ايه، ابتدي يقول لي مثلا قد ازازه لتر بيبسي مثلا، فابتدي احسب وهكذا على حسب الكلام اللي المريض بيقوله. ممكن يبقى يوز يورينال، يورينال دي بتبقى المريض بيمسكها بايده وبتحط فيها البول، وهي كده كده مدرجه بتطلع لي الكميه بتاعتي. لو مركب يوريني كاستر برده بيبقى فيه يورينال باج او كيس بول، وبيطلع هو كده كده برده مدرج وبيقول لي الكميه اللي المريض طالعه. لو مركب درينز، اتفقنا ان في عندي درينز ممكن متركبه عشان تخرج لي السوائل اللي جوه الجسم، ابتدي اقول لي كم واحده. لو هو مركب طبعا ممكن المريض يبقى مركب اكتر من واحده ويوصل احيانا لثلاثه، ببتدي اكتب كل واحده جابت قد ايه، ده اذا كانت جابت، ما جابتش خالص. وابتدي لو في عندي حاجه خرجها في نزو جاستريك تيوب، لان كده كده احيانا في بعض الناس بعد ما بتاكل بتبتدي يحصل فوميتنج، بس بيبقى في انبوبه التغذيه. فوميتس طبعا ده القيء العادي عن طريق الفم، وابتدي برضو احسب، وابتدي بعد كده في السطر اللي قدامي ده ابتدي اكتب الايكويشن او المعادله، ان المريض مثلا لما حسبت كل اللي خده خد مثلا 2000 مللي اللي هو 2 لتر، طب خرج كام؟ خرج مثلا 1500، يبقى كده المريض ده بالنسبه لي بوزيتيف، واحط علامات الزائد واقول انه 500، يعني في جوه جسمه لسه 500 مللي. تمام، ده رقم يعتبر مقلق شويه، لكن طبعا لو الرقم ده صغير مش هيبقى فيه مشكله. مع الاخذ في الاحتياط الحاجات التانيه زي الفيتال سانس بتاعته، هل هي طبيعيه ولا لا، هل هو الليفل اوف كونشسنس بتاعه نورمال ولا لا، وهكذا. طيب بعد كده عندنا نيرسينج كير بلان، ودي اللي بتبقى شويه فيها تفكير، لان هي كده كده مرتبطه بالاسسمنت ومرتبطه بالريكورد، يعني حسب اللي بيطلع لي من الاثنين ببتدي اعمل الداتا في السيستم ده. هنا مقصود ان انا بحط المشكله كنيرسينج دايجنوزس، وبعد كده بحط اكسبكتد اوت كامز، انا عايزه المريض ده يوصل لايه. امبلمنتيشن ايه نيرسينج كير اللي انا عملتها، انا عملنا فيست 1 2 3، الراشونال انا كل خطوه بعملها انا بقول انا بعملها ليه، وايفالويشن هل المريض ده اتحسن ولا لا. يعني مثلا طبعا زي ما انتم شايفين في البدايه بيبقى فيه الداتا بتاع العيان كذلك، عشان اقدر امسك لما امسك الريكورد والبلان والاسسمنت للمريض اللي اسمه كذا كذا كذا، انا بعرف ان الورق ده بتاع المريض ده، فلازم في كل ورقه يكتب الداتا بتاع نفس المريض. طيب هنقول مثلا المريض ده عنده سي مثلا فيفر، محموم عنده حمى، فابتدي اكتب انه هال altered body temperature، يعني اضطراب في درجه حراره الجسم related to مثلا ان عنده septic wound، عنده جرح مش نظيف او جرح ملوث يعني. طيب انا كده expected outcomes بتاعتي ايه؟ عايز اقول ان المريض ده الحراره بتاعته return to normal range، او على الاقل هعمل minimize للbody temperature. طبعا لازم في nursing diagnosis اكتب ان حرارته كانت كام، حرارته مثلا كانت 42، فلازم اكتب في الاكسبكتد اوت كامز ان انا انزلها، احاول انزل ال 42 دي للنورمال رينج، او اقللها عن ال 42، يعني لو قللتها بقت 40 بس انا كده برضو نجحت. امبلمنتيشن انا ابتدي اقول ان انا واحد عملت مثلا اسسمنت للبودي تمبريتشر، 2 عملت كولد كومبرس كمادات ميه بارده، 3 انكرج البيشنت ان هو ريليف كلوزز، 4 انه ياخد شاور تيك شاور، 5 اخد انتي بايريتك اكوردنج دكتور اوردر، خفضات الحراره حسب تعليمات الطبيب. وابتدي اكتب راشونال ان مثلا رقم واحد انا عملت مثلا اسسمنت للبودي تمبريتشر او ميجرمنت يعني البودي تمبريتشر، عشان اقدر بقى عندي بيزك داتا او عندي معلومات اساسيه عن حاله المريض. حطيت مثلا كولد كومبريسز عشان ابتدي اعمل حاجه اسمها هيت لوس ميكانيزم، ان انا بخلي المريض يحصل له فقدان للحراره العاليه اللي في جسمه، وهكذا كل خطوه بعملها بكتب قدامها انا عملتها ليه.
ايفالويشن خلاص انا خلصت عملت قياس تاني للحراره، لقيت حراره المريض بقت مثلا 39، ده معناه ان انا نجحت نجاح باهر. كنا ننزلها من 42 ل 39، هي ستيل انها لسه عاليه، لكن انا نجحت ان انا انزلها من الرقم العالي اللي كانت عالي جدا لدرجه رقم مقبول واقدر اتعامل معاها شويه اسهل من الاول. تمام يا شباب، دي كده النيرسنج كير بلان ما فيهاش مشكله خالص. هنبص على الاكزامبل كده وكل حاجه، الحاجات اللي قدامناها ده الاسسمنت شيت زي ما انتم شايفين، دي كده شيت كامله ومتكامله وجاهزه، مكتوب فيها مثلا تاريخ الدخول للمريض ده، المريض ده اسمه ايه، سلامه احمد سعيد سنه 30 سنه، سوري سلمى احمد سعيد سنها 30 سنه، هي فيميل، الهوسبيتال نمبر بتاعها مكتوب، الديت اوف ادميشن، ستي بيريود قعدت 5 ايام، هي جرادويتد فروم فاكولتي اوف كوميرس، خريجه كليه التجاره، شغلتها اكاونتنج محاسبه، هي مارد، البريزنت ايلنس بتاعها او البريزنت هيستوري بتاعها هي عندها ديب فينس ثرومبوزس، الشكوى بتاعتها ان هي كانت عندها ليج از ناو بينفولي سوولن، رجلها كانت ورمه وتعباها، اسوشيتد ساين اند سيمتوم ان كان في سويلنج وريدنس اثناء الحركه، اونست ديوريشن فريكونسي، الحاله دي بقى لها اسبوع، بري ديسبوزنج فاكتور، العوامل اللي بتسبب الحاجه دي انها الموبيليتي انها ما بتتحركش، لما بتفضل قاعده مكانها كتير المشكله بتزيد. طب ريليفنج ميجر اند اتس افكت، هي مش كاتبه ان في حاجه تقريبا بتريحها، يعني ممكن تكون عملت كل حاجه بس ما استريحتش او ما عملتش، فاحنا بنكتب زي ما المريض بيرد علينا. طب بعد كده طبعا الهيستوري عندنا ميديكال وسيرجيكال، اللي هو مكتوب هنا نن ان هنا ما فيش. طب الفاميلي هيستوري، كان في عندنا الناس دي كان عندها حاجه اسمها تروما، اصابات، كان في حد في العيله عمل حادثه، وفي كانت في ناس عندها اصابات، وفي ناس والعيله دي او بطبيعتها عندهم لاك اوف موفمنت، ان هم مثلا سي شغالين سواقين، فشغلتهم طول النهار هم قاعدين على العربيه طول 12 ساعه مثلا، فده طبيعه العيله دي. بعد كده بتكلم، ابتدي اتكلم على السيستم، لو حسب كل سيستم لو في مشكله بعمل تشيك، ما فيش بسيب الدنيا فاضيه. مثلا هنا في السيستم ده ان افكتيف تيجي بيرفيوشن، المريض ده عنده لوكالايزد اوديما، فابتديت اقول ان النيرس دياجنوستس بتاعي ان افكتيف تيشو بيرفيوجن ريليتد تو اديما ايفيدنسد باي ديب فينا ثرومبوزز او ديب فينا ثرومبوزز اديماتس ان رايت ليج اند لاب فاليوز اب نورمال، وان التحاليل ان في عنده ورم في الناحيه اليمين او الطرف السفلي الايمن، واللاب فاليوز ان التحاليل المعمليه بتاعته كانت اب نورمال. هنا بكتب الحقيقه اللي حصل ايا كان بقى اللي حصل قدامي ايه، وابتدي كذلك طبعا الجلاسكوما سكيل مثلا للمريض ده، هو تقريبا هنا مثلا واخد الاي 4، الفيربال واخد اعتقد على 5، الموتور واخد 5، يبقى اذا المريض ده طبعا هيبقى التوتال سكور بتاعه هيبقى نورمال رينج، المفروض ان هو الرقم الطبيعي يعني بتاعه. خلاص ببتدي امشي على بقيه السيستم، خلاص نفس الكلام. طيب الريكورد طبعا في فايتال ساينس المفروض ان انا بكتب كل الداتا، عادة كل واحد بيحب يكتب أو مش بيحب يكتب، المفترض إن كل فيتال ساين بلون، يعني عادة التمبريتشر بتبقى بالأحمر، البلاد بريشر بالأزرق، والبولس بالأخضر، والريسبيريشن بالأسود. أيا كان الفكرة كلها إن أنا بكتب عشان اللي يبص يقدر يحدد الرقم من غير ما يقرأ. في ناس كمان بتعمل جراف، جراف يعني إيه؟ يعني رسم بياني، يعني بيوصل مثلا 37 ل 37.2 وهكذا طول اليوم عشان أقدر أعرف هل الكيرف أو المنحنى بيعلى ولا بينزل ولا منتظم، بدون ما ابتدي ابص على ارقام، انا بس ببص على رسم باين فبقدر اعرف المشكله فين. طبعا هنا عملت تشينج بوزيشن، بقول هل هو هل حصل ديفيكيشن، يعني حصل تبرز ولا لا، والبروز كان عامل ازاي، وطبعا قبل كل ده ان في ليفل اوف موبيليتي، هل بيتحرك ولا ما بيتحركش ولا محتاج مساعده، وابتدي اكتب كل الحاجات اللي حصلت. طبعا دي الميديكيشن اللي خدها، زي هيبرين مثلا خد وريد، خد 5000 وحده، ومحدد الفريكوانسي او التايم بتاعه. طب بالنسبه للفلويدز خد مثلا حاجه، ما خدش هنا فلويدز، الحاله دي خدت بس خدت عن طريق الاورال، ما خدتش انترافينوس. طب الاوت بوت هو خرج عن طريق اليورينال، خرج 200 مللي، فكده المريض ده مدخل 300 ومخرج 200، اذا هو بوزيتيف، في جوه جسمه لسه 100 مللي سوائل. طبعا ده رقم كبير لازم الطبيب يقدر يعرفه عشان يقدر يعرف هو ليه مش بيخرج كل كميه السوائل اللي في جسمه. طب بالنسبه للنيرسينج كير بلان ده برضو مثال قدامنا، طبعا الداتا بتاع العين هتلاحظوا ان هي سلمى، الورقه كله على سلمى اللي هي عندها ديب فينا ثرومبوزس. هنا مثلا عندنا نيرسينج دياجنوزس انها في انفكتيف تيشو بيرفيوجن، اللي كان مكتوب افتكر كان نرجع ورا ان هي كان عندها جنرالايزد اوديما، سوري لوكالايزد اوديما، كان عندها اوديما موضعيه،
فالدياجنوست قدامها مكتوب في الاسسمنت، فخدنا نفس الدياجنوست ده حطيناه هنا، وبدانا نكتبه بالتفصيل الممل. انا كتبته ليه؟ كتبته عشان يبقى قدامي واضح. طب عملت ايه بعد كده؟ البلاننج اللي هي مقصود بيها الاكسبكتد اوت كمز، ان بعد ما خلص افتر نيرسينج انترفينشن بيشنت ويل ديمونستريت انكريزد بيرفيوجن باي ديكريزنج اور مينيمايزنج سيمتوم. او ممكن حد يقول تاني ان انا هيحصل مينيمايزنج للاديمه، ان الاديمه تقل، وده هدف كويس جدا يا ريته يحصل. طب النيرسينج انترفينشن مثلا رقم واحد مونيتور لاب فاليوز تو اسيس افكت اوف انتي كواجولانت ثيرابي، ببتدي اشوف نسب المعامل زي البي تي والبي تي تي، لان المريض ده بياخد هيبارين والهيبارين بيأثر على سيوله الدم، فلازم احسبها الاول لان ممكن يكون الهيبارين اللي عامل المشكله دي. وابتدي اقول ان انا بعمل كده ليه في الراشونال بتاعي، تو هاف ا ترو تراستد نيرس تو بيشنت ريليشن. طب ايفالويشن، طب بعد ما حصل كده حصل ايه؟ الدنيا اتحسنت ولا لا؟ خلاص تمام، مفيش مشكله. شكرا ليكم يا شباب وموفقين.